يا هلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم قناة تفريمد. أحببت أن أشكركم على التفاعل والدعم الكبير جدا خلال الفيديوهات الماضية من خلال تطوير اللاعبين أو غير ذلك. شكرا لكم. في هذا الفيديو راح نكملوا سلسلة تطوير اللاعبين والتطوير الدولي الجزائري لعب وستهام الإنجليزي سعيد بن رحمة. آخر فيديو خليناه مع نادي ريال مدريد وراح نكملوا مع ريال مدريد كان في عمره 27 سنة الله أعلم. إن شاء الله راح يكون هذا الجزء الثاني وسيكون هناك جزء ثالث وأخير من تطوير سعيد بن رحمة. بالطبع إلى حين اعتزال سعيد بن رحمة إن شاء الله راح يكون في جزء ثالث إن شاء الله. الفيديو السابق وصل إلى أكثر من 800 مشاهدة يا جماعة الخير. وأيضا حصد على 167 لايك و42 تعليق ما شاء الله تبارك الرحمن. دعمكم لهذه السلاسل إن شاء الله راح يحفزني من أجل تقديم المزيد من الفيديوهات. المهم يا جماعة شكرا شكرا لكم. يلا شاهدوا هذا الفيديو الأخير، فجروا لايكات لهذا الفيديو، واللي ماهوش مشترك في القناة مرحبا بك عبر الضغط على زر السبسكرايب وتفعيل زر التنبيهات. دعوني لا نوت عليكم. يلا بينا ليتس جو يا حبيبي ليتس جو. إذا جماعة الخير مرحبا بكم من جديد. مثل ما تشاهدون سعيد بن رحمة موجود في نادي ريال مدريد الميرينغي. تقييم الإجمالي لسعيد بن رحمة 84، العمر 26 سنة، القيمة المالية 49 مليون أورو، بالتقريب 50 مليون أورو يا جماعة. فنضع هذا جانبا. هذه التحكم يا جماعة، يتحكم الغلابة. أوكي يا جماعة، انتهاء موسم 2029-2030، ريال مدريد في المركز الثاني خلف برشلونة بنقطة واحدة. أوكي خسرنا النصف النهائي في كأس إسبانيا أمام هذا النادي جيرونا، وكأس ملك إسبانيا لا أدري لا أدري لا أدري، خسرنا أمام إشبيلية في الربع النهائي، كأس السوبر لا تشامبيونز ليج. اوكي خسرنا من الدور 16 امام مانشستر يونايتد 3-1. اوكي يا جماعه جانا عرض من نادي باير ليفركوزن، هل انتقل ام لا؟ تخيلوا اعطونا لاعب قيمه 30 مليون اورو زائد 10 مليون اورو، يعني 40 مليون اورو. اوكي يا جماعه راح نرفض العرض، راح نرفض العرض، راح نشوفوا الايام القليله المقبله اذا كان هناك عروض قويه. اوكي يا جماعة الخير جانا عرض من نادي بوروسيا دورتموند بمبلغ 16 مليون اورو مقابل لاعب اخر عمره 25 سنة ب 30 مليون اورو، يعني تقريبا يعني اكثر من 46 مليون اورو. لهذا يا جماعة بالرحمة رسميا الى نادي دورتموند الالماني. اوكي يا جماعة رسميا سعيد بالرحمة الى نادي بروسيا دورتموند الالماني، وبدورنا نحن سننتقل الى بوروسيا دورتموند. اوكي قبول العرض، موافق. Let's go. Herzlich willkommen hier im Signal Iduna Park. من اجل تطوير سعيد بالرحمة. سعيد بالرحمة الريت 85 يا جماعة. اوكي يا جماعة نخلو سعيد بالرحمة هداف ظل، لازم يسجل اكبر عدد من الاهداف. وايضا راح نخلو مركزه جناح ايسر. اوكي تمام جناح ايسر. عمره 27 سنة. الريت 85 يا جماعة. اوكي كلش تمام ما عدا اللياقة البدنية والدفاع. اوكي يا جماعة احنا بموسم 2030-2031 ويلا بينا مباشرة إلى نهاية موسم 2030-2031. خسارة فوز وخسارة. A few minutes later. إذا نهاية موسم 2030-2031 لنرى الإحصائيات يا جماعة. أوكي ترتيب بوندسليغا وفزنا باللقب يا جماعة بفارق كبير جدا، تقريبا 20 نقطة بيننا وبين الثاني كولون 78 يا جماعة. بالرحمة يتوج بطلا للدور الألماني مع رفقة بوروسيا دورتموند دي اف بي بوكل. اوكي لم نفز بالبطولة امام فولسبورغ، خسرنا النصف النهائي مباراة الهبوط سوبر كاب. اوكي مين فاز؟ والله ما ادري يا جماعة مين فاز بالبطولة. كأس السوبر احنا ما لعبنا كأس السوبر. الشامبيونز ليج اوكي ما فزنا بالشامبيونز ليج، خرجنا من الربع النهائي دور 16. اوكي ذهبنا الى اليوروبا ليج بعدما احتلينا المركز الثالث اليوروبا ليج.
ما فزنا باللقب يا جماعة. النصف النهائي، ما وصلنا النصف النهائي والربع النهائي. خرجنا من الجولة التمهيدية أمام كلوب بروج البلجيكي. الآن لنشاهد مع بعض أداء سعيد بالرحمة وخطة تطوير سعيد بالرحمة. إن شاء الله كان سعيد بالرحمة تطور. يلا نشوفوا تطوير سعيد بالرحمة وينو. 85 مازال 85 يا جماعة. الوضع ممتاز جدا مثل ما تشاهدون. العمر 27 سنة. يلزمنا اللياقة البدنية والدفاع جماعة. وأيضا يلزم الاعتراضات وأيضا للعنف والقفز والقوة البدنية بالطبع. نحن نشوفوا إحصائياته خلال هذا الموسم. شارك في 30 مباراة يا جماعة، سجل 10 وقدم 4 تمريرات حاسمة. يعني شارك في 15 هدف طيلة هذا الموسم في الشامبيونز ليج. صنع هدف وسجل هدف من 4 لقاءات. وفي البوندسليغا الدوري الألماني شارك 20 مرة، سجل 9 وصنع 3، ولعب في اليوروبا ليج مبارتين. يعني أداء ممتاز جدا مع بوروسيا دورتموند. 30 مباراة شيء رائع مقارنة بمواسم الماضية مع بايرن ميونخ والريال مدريد. راح نخلوه مع بوروسيا دورتموند لموسم آخر وإن شاء الله يتطور. اوكي يا جماعة، راح نغيروا مركز سعيد بالرحمة بكل تأكيد. خلينا وسط ميدان، راح نبدلوها يا جماعة. اوكي يا جماعة، ما لاحظت سعيد بالرحمة انتقل الى ليفربول. تم دفع الشرط الجزائي الخاص بسعيد بالرحمة وانتقل بدون رغبة مني الى نادي ليفربول، لهذا سننتقل الى ليفربول يا جماعة. اوكي، فننتقل الى ليفربول الانجليزي من اجل قيادته، من اجل نيل اللقب. سعيد بالرحمة يعود الى الدوري الانجليزي الممتاز من بوابة ليفربول. اوكي يا جماعة، راح نفاوض سعيد بالرحمة من اجل تمديد عقده. نريد 5 مواسم، 4 مواسم، يلا. لا يريد عرض مضاد 3 سنوات، يلا. ما يقبل. اوكي، موسم واحد. اوكي، خلي 4 مواسم، تمام. شرط جزائي، راح نخلوه 200 مليون اورو. 200 مليون اورو، يلا. 140 مليون اورو، تمام، راح نقبل. اوكي، راتبه راح نخلوه 200. تقديم العرض، يلا يلا، راح يقبل راح يقبل اكيد. اوكي، مددنا عقد سعيد بالرحمة ل4 سنوات، 5 سنوات تقريبا. اوكي يا جماعة، راح نخلوه هداف ST ونخلوه صانع العاب او وسط مهاجم. راح نخلوه هداف ظل او اوكي يا جماعة، راح نخلوه متوازن لموسم واحد. راح يدخل في مكان هذا اللاعب. اوكي، إيريك غارسيا راح يخرج لانه مصاب. راح يدخل سعيد بالرحمة. اوكي، تمام تمام، هذه هي التشكيلة اللي راح نعتمد عليها هذا الموسم. والان اعزائي مشاهدينا الكرام، راح ننتقل الى نهاية موسم 2031-2032. يلا بينا على ليتس جو. اذا اعزائي المشاهدين، نهاية موسم 2031-2032، للاسف الشديد ما فزنا بالدوري واحتلينا المركز 13. يا الله، استون فيلا مسيطر على كل الدوري يا جماعة. راح ننتقل لاستون فيلا، لما لا؟ كأس الإمارات، ما فزنا بكأس الإمارات وكأس الكاراباو، إن شاء الله توجنا بهذا. لا، خرجنا من الربع النهائي أمام الولفز. كأس النخبة الآسيوية خسرنا أمام اليونايتد. أوكي، فزنا يا جماعة، فزنا بهذا اللقب. الشامبيونز ليج ما وصلنا للنهائي، خرجنا أمام إنتر ميلان للأسف الشديد. يعني موسم خالي من ألقاب يا جماعة. أوكي، ننتقل إلى سعيد بالرحمة واللي اصبح عمره 28 سنة، الريت 85. اوكي يا جماعة، القوة البدنية طلعت نوعا ما، زادت نوعا ما يا جماعة، ولكن الريت لم يتغير للأسف الشديد. اوكي 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 اوكي، احصائيات مميزة جدا لسعيد بالرحمة. شارك في 48 مباراة، سجل 10 اهداف و4 تمريرات حاسمة. اداء مميز في الدوري الانجليزي الممتاز، الله اعلم. شارك 37 مرة في الدوري الانجليزي الممتاز، سجل 9 وقدم 2 تمريرات حاسمة، وصنع هدفا واحد في تشامبيونز ليج من خلال 6 مباريات، وشارك في كأس الإمارات، صنع هدف وسجل هدف. الإجمالي 48 مباراة، 10 أهداف و6 تمريرات حاسمة. حاليا يا جماعة، أريد من سعيد بالرحمة أنه ينتقل من ليفربول. لماذا؟ لأن ليفربول باع كل نجومه. راح ننتظر عرض لسعيد بالرحمة. اوكي يا جماعة، جاني عرض لسعيد بالرحمة من نادي ولفرهامبتون
رفضت ذلك، ولكن جاني عرض من أستون فيلا صاحب اللقب يا جماعة، واللي يخوض مباريات في تشامبيونز ليج، مباريات في بطولات عديدة. لهذا رح نقبل العرض وانتقال سعيد بن رحمة مجددا. هذا الشيء عادي جدا يا جماعة، انتقال لاعب كل موسم. لماذا؟ لو تفكروا جيدا أنه محمد صلاح انتقل في أكثر من مناسبة، انتقل تشيلسي، انتقل من بازل، انتقل من روما، ذهب إلى ليفربول، وهو الآن مستقر في ليفربول يا جماعة. لهذا راح نقبل يا جماعة. أوكي، رسميا أستون فيلا يتعاقد مع سعيد بن رحمة. جيد جيد، تمام، ضمننا دوري أبطال أوروبا، وبدورنا نحن سننتقل إلى أستون فيلا. ليتس جو، تمام، فننتقل. قبول العرض، موافق، تمام، يلا 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 إلى أستون فيلا يا جماعة، إلى أستون فيلا. أوكي يا جماعة، هذه التشكيلة التي سأعتمد عليها في تدريب نادي أستون فيلا. أوكي، سعيد بن رحمة الريد أصبح 86 بعدما كان 85، العمر 28 سنة، تمام. راح نتفاوضوا مع سعيد بن رحمة من أجل تمديد عقده. أوكي، 4 سنوات، راح نخلوها 3 سنوات إذا أمكن. أوكي، راح نخلوها سنة يا جماعة، تمام، راح يصبح 5 سنوات. نخلو الشرط الجزائي 300 مليون أورو. أوكي، يريدون 170 مليون أورو تقريبا، تمام. أوكي، الراتب راح نخلوه 150، تقديم، تمام، راح نخلوه 150، تمام، جيد. التطوير يا جماعة، خطة التطوير، نخلوه متوازن لموسم واحد، وراح نخلوه هدف أستي، نخلوه هدف أستي لموسم آخر أيضا. ثم الآن ننتقل إلى نهاية موسم 2032 2033. Let's go. أوكي أوكي يا جماعة، وصلنا لنهاية موسم البريمير ليج 2032 2033، ومثل ما تشاهدون وصلنا إلى نهائي دوري أبطال أوروبا يا جماعة، نهائي أمام الميرينج الريال مدريد يا جماعة. لهذا قررت أني أجرب سعيد بن رحمة كلاعب في هذه المباراة. بنذهب إلى مباراة ريال مدريد. أوكي، راح نشوف البريمير ليج إن شاء الله، توجنا بلقب البريمير ليج. يا الله، خسرنا البريمير ليج بسبب عدد الأهداف يا جماعة، سجلوا علينا 52 هدف فريق الأهداف يا جماعة، والله أنا مزعلان. أوكي، لا يهم. أوكي، الدرع الخيرية، يو يو يو، خسرنا أمام ليدز يونايتد 4-1، معليش. كأس الإمارات، كأس الإمارات خسرنا أيضا أمام ليستر سيتي. كأس كاراباو، يلا توجنوا باللقب. لا أوكي، اليوم عندنا مباراة ضد الميرينجي، نهائي دوري أبطال أوروبا يا جماعة. أوكي، هذه التشكيلة، يلا ليتس جو. يعني صعوبة عالمية أو مطلقة. أو مشاهدي الكرام، مرحبا بكم في مباراة اليوم، نهائي دوري أبطال أوروبا بين أستون فيلا والريال مدريد على ملعب ويمبلي. يلا راح نجرب سعيد بن رحمة، سعيد بن رامو. اوكي، يبدو لي وكأنهم سهلين يا جماعة. سعيد، الله 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 يا سعيد، تسديد، جول جول جول، كورة، جول، سهل سهل، والله سهلين يا جماعة. كورة، الله 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 الله، من سعيد بارامة. اوكي يا جماعة، تتويج أستون فيلا. اوكي يا جماعة، راح نشوفوا مع بعض اداء سعيد بن رحمة خلال هذا الموسم من الدوري الانجليزي الممتاز. سعيد بن رحمة، سعيد بن رحمة، بن رحمة. اوكي، الريت 86 بعمر 29، القوة البدنية ارتفعت درجة واحدة فقط، تمام. الاحصائيات يا جماعة، راح ننتقل الاحصائيات مباشرة. اوكي، شارك فقط في 26 مرة، عدد الاهداف 5، تمريرة حاسمة واحدة فقط. اوكي يا جماعة، جاتني فكرة اني خلي سعيد بن رحمة يلعب كقلب دفاع من اجل زيادة القوة البدنية، نخلوه متوازن، ثم ننتقل الى نهاية موسم 2033 2034.
يلا مباشرة. إذن يا جماعة الخير، نهاية موسم 2033 2034 يلا بينا نشوف مع بعض أداء أستون فيلا خلال هذا الموسم. الله الله الله، خسرنا الدوري الإنجليزي الممتاز يا جماعة، احنا بالمركز الثامن للأسف الشديد. كأس الإمارات خسرنا، وين كأس الكاراباو؟ كاراباو كاراباو خسرنا أيضا للأسف الشديد أمام مانشستر يونايتد في الجولة الرابعة. كأس النخبة الآسيوية للأسف فاز فالنسيا علينا في النصف النهائي. كأس السوبر، أوكي فزنا بكأس السوبر أمام ليدز يونايتد 2-1. تشامبيونز ليج يا جماعة، النصف النهائي، ما وصلنا للنصف النهائي. أوكي الدور السادس عشر، أوكي غلطة صاري انتصر علينا. والآن راح نشوف أداء سعيد بالرحمة، هل تطور سعيد بالرحمة وهل قدم مردود رائع مع أستون فيلا؟ إن شاء الله. أوكي أوكي سعيد بالرحمة يصل إلى السن 30، الريت أصبح 87 يا جماعة، 87 جيد ممتاز. أوكي القوة البدنية أصبحت 71 يا جماعة، جيد. أوكي الإحصائيات يا جماعة، يلا بوم بوم، انفجار سعيد بالرحمة يا جماعة، 24 هدف وخمس تمريرات حاسمة، بوم بوم بوم، والله روعة. سعيد بالرحمة في الشامبيونز ليج شارك 7 مرات، سجل 5 وصنع هدف واحد. كأس الكاراباو لم يشارك، كأس السوبر شارك مرة وصنع الهدف، وفي البريمير ليج الدوري الإنجليزي شارك 34 مرة، سجل 17 هدف وقدم 3 تمريرات حاسمة. في كأس الإمارات شارك 3 مرات وسجل هدفين يا جماعة، 45 مباراة 24 هدف وخمسة تمريرات حاسمة. بالرحمة يتطور بشكل رهيب جدا في سن 30 يا جماعة، 87 يا جماعة، شيء رائع. يعني الفيديو القادم إن شاء الله سيكون اعتزال سعيد بالرحمة رسميا عند 40 سنة. إلى هنا وصلنا لنهاية هذا الفيديو، أتمنى الفيديو عجبكم. إذا عجبكم هذا الفيديو يلا نلحقوا هذا الفيديو إلى 200,000 لايك. أوكي ما عليك سوى الضغط على زر اللايك، وكل من يشاهد هذا الفيديو يضغط زر اللايك، وإن شاء الله سنصل إلى 200,000,000,000 لايك. شكرا من شاهد الفيديو الأخير، شكرا من دعمنا باللايك وحفزنا في التعليقات، أعطونا آراءكم وتعليقاتكم في قسم التعليقات. شكرا شكرا لكم، نلتقي في فيديو آخر إن شاء الله. السلام عليكم.